أولا تطبيق يوكات، هذا التطبيق مميز ببساطته ويتيح لك إعداد فيديو خاص باليوتيوب عبر الموبايل. لو كنت لا تمتلك جهاز لابتوب أو كنت تقوم بالتصوير بكاميرا الموبايل، هذا التطبيق من أسهل وأبسط التطبيقات التي تمكنك من إعداد الفيديوهات الخاصة بك. ومن أهم مميزاته أن هذا التطبيق مجاني، ونسخته المجانية تكفي لإعداد فيديو احترافي، أما النسخة المدفوعة فتشمل مكتبة صوتية ومؤثرات كثيرة، إمكانية التقطيع وإضافة أكثر من مقطع فيديو عليه، إمكانية الكتابة باللغة العربية واللغة الإنجليزية على الفيديو، إمكانية إضافة موسيقى أو خلفية موسيقية ومؤثرات صوتية. يتيح لك تصدير الفيديو النهائي بعدة صيغ وأبعاد تناسب وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فيسبوك ويوتيوب. ثانيا تطبيق فيلمورا جو، هذا التطبيق حاز على إعجاب الكثير من مستخدمي الفيديو على الموبايل، وفيه مميزات عديدة أهمها التقطيع والمؤثرات وإضافة الموسيقى، ويدعم صيغ الفيديو للإنستغرام واليوتيوب، ويعطي جمالية خاصة لفيديوهاتك. وأهم ميزات هذا التطبيق أنه يمكنك من مراجعة الفيديو في نفس وقت العمل، ويمكنك من استيراد الصور والفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك. يحتوي هذا التطبيق على مكتبة ضخمة من المؤثرات والنماذج الجاهزة، ويحتوي كذلك على مجموعة أدوات احترافية هامة. ثالثاً أدوبي بريمير كليب، هذا التطبيق نسخة رسمية من شركة أدوبي الاحترافية والمخصص للموبايل، وهو سريع وممتع في العمل به. فيه ميزة إعداد فيديو كليب بشكل افتراضي، فهو قادر على إعداد مقطع فيديو من خلال أي صور أو مقاطع فيديو بطريقة جميلة واحترافية. فيه ميزات احترافية مثل أدوات التقطيع والنقل بين الفيديو والموسيقى والفلاتر، والأهم من ذلك أن هذا التطبيق مجاني ولا يظهر فيه أي علامة مائية، ويوفر إمكانية مشاركة الفيديوهات على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام واليوتيوب. ومن أهم ميزات هذا التطبيق الوضع الافتراضي في صناعة ومونتاج الأفلام، الفيديوهات المعدة يمكن تصديرها إلى برنامج بريمير على الكمبيوتر، نظام ميكس للصوتيات يقوم بعمل التوازن بين الخلفية الموسيقية والفيديوهات. رابعا تطبيق فيديو شو، هذا التطبيق حاز على عدة جوائز، وهو أحد أفضل التطبيقات الخاصة بالمونتاج والمتاحة على متجر بلاي ستور بشكل مجاني، وهو سهل الاستخدام ويتيح إمكانية إضافة النصوص على الفيديو والمؤثرات والموسيقى، ويقدم التطبيق 50 تام متاح، وأيضا فيه ميزة ضغط الفيديو للتقليل من حجمه. ومن أهم ميزاته يحتوي على 50 قالب مختلف للفيديوهات، إمكانية عزل الخلفية في الفيديو وجعلها بلورية، خلفيات موسيقية مختلفة ومتنوعة، ويمكن تحويل التايم لاين الخاص بالفيديو إلى صوت MP3. خامسا تطبيق كين ماستر، يجمع هذا التطبيق بين التصميم الرائع والمواصفات المذهلة، وهو وسيلة مناسبة لمونتاج الفيديو على أجهزة الأندرويد، ويمكنك من استيراد صيغ مختلفة من الصوت والفيديو وإضافة مؤثرات واسعة عليها، لكنه أيضا مجاني بشكل تجريبي، ولإزالة العلامة المائية عن الفيديو يجب شراء النسخة الكاملة منه. وأهم خصائص تطبيق كين ماستر إمكانية العمل بلاير أو طبقات مختلفة من الفيديو والصوت في ذات الوقت، عرض مباشر خلال المونتاج للفيديو، إمكانية التحكم الاحترافي بالصوت. سادسا موفي ميكر أو فيلم ميكر، وهذا أيضا تطبيق ممتاز لمونتاج الفيديو، ويستحق أن يكون أفضل برنامج مونتاج على الموبايل لسنة 2019 و2020، فهو مجاني 100% مع مؤثرات متكاملة للمونتاج، ويقدم إمكانية إنتاج فيديوهات بقياس الإنستغرام، لكنه يظهر بعض الدعايات على واجهته. ومن أهم ميزات هذا التطبيق أنه يتواجد عليه مؤثرات موشن جرافيك
جاهزة وسهلة للاستخدام، خصائص مهمة للموسيقى، مؤثرات سينمائية جاهزة، واستيكرات وفلاتر للاستخدام. أخيرا، إن كنا قد التقينا في هذا الفيديو لأول مرة فمرحبا بك، ومرحبا بلايك واشتراك لطفا. صديقي أنت الرائع، أراك في فيديو قادم بحول الله.